Josh is it. Oh! السلام عليكم، شكرا حبايبي، ان شاء الله خيركم ابو عطوان، ويعني جايب لكم حلقه مصداقيه ورهيبه. طبعا رجعنا للمود القديم، اللي ما يعرف شنو هاي السلسله وشنو هذا الاسم معناته تجديد على القناه، وراح اشرح لك بشكل سريع وبسيط. مثل ما تشوف هاي الصوره قدامك، هاي مجموعه حلقات السابقه من هاي اللعبه اللي هي لعبه الشيطان المعاقب. المختصر المفيد من هاي اللعبه شباب، انه هذا المخلوق هو شيطان معاقب دز ابليس حتى شنو يرجع الارواح اللي هربت من الجحيم ومن الجهنم ويرجعها للارض عن طريق انه يقتلهم بطريقه بها الغاز. طبعا اللعبه حلوه وبسيطه، وكل حلقه تنتهي يعني كل حلقه منفصله قصه كامله. الحلقات الباقيه تلقوها بالوصف بالبلاي ليست او تلقوها فوق بالدائره البيضاء. طبعا قبل ما ابدا المقطع حاب اقول لكم ان شاء الله حنزل هم ببجي وهالسوالف، بس اذا شوي ارجع للجو القديم، واذا شفت على هالحلقه تشجيع ومشاهدات راح انزل. فلا تنسى تخلي لايك وتشترك بالقناه يا صديقي، وايضا لا تنسى تشترك تروح تابعني بالانستغرام، لان دا انزل بيه شغلات وسوالف حلوه، فريد نوصل ل 100,000. يلا طبعا ما اطول عليكم، نبدا اللعبه. اللعبه اسمها ريكونيجريشن ليت ذا ايفل تايمز رول، يعني لندع وقت الشيطان. كيف تشعر عن طريق الهروب من الجهنم؟ شو وقت نغادر؟ You wanted to see me, Luke? Ah, yes. It seems that the ruling queen and her lackeys have escaped from hell. Go find them and bring them back, or you'll suffer in lieu of them. Okay. There's the portal. I can't get to him because of that devil dog guardian. راح اشرح لكم بشكل بسيط. طبعا اللي شفتوه الاستعراض، هذا الرجال جديد يسوي يلعب، يحكي نفسه يلعب، يقول له شلون نقدر نهرب من جهنم؟ قال نقدر نهرب من جهنم عن طريق البورتلز. هاي اللي تشوفوها الفتحه بالقاع، هي عباره عن فتحه تعبرك من جهنم الى الكره الارضيه او الى العالم مالتنا، عالم البشر، فعن طريقها هربوا. فلما راح للشيطان ابليس، ابليس قال له هربت ملكه الفودو، ملكه الشعوذه والسحر، وياها ايضا عصابتها، فلازم تروح وتسترجعهم الى عالم الجحيم. فهسه ايش راح نسوي؟ راح نمشي بمجموعه من الالغاز حتى شنو نقدر نفوت. طبعا مثل ما تشوفون هذا الكلب، اعتقد ما راح يخلينا نفوت. ايه؟ يقول هذا الكلب الغبي ما يخلينا نفوت، فلازم نحاول نشغله. شوف شلون؟ هاي جذور احد الاشجار المعرفه. جذور المعرفه. يم عجبته. انا كنت احب اكل ذني. شفتك سمير. اوه صار عندي مثل تروفي. اوكي عوده، ضرب العوده. ما يهتم بالعوده. اقدر اخذ واحده اخرى؟ اي والله اقدر. والله؟ الكلب غير مهتم بالعوده. معناته له فائده ثانيه. اوكي. شنو؟ لا بتل بتل. اوكي ظاهر هنا مو اللغز، والله نرجع. معناته لازم نضربه بالعوده. ما يفيد. اوكي خلنا نفوت من هنا. اوه هذا منو؟ مفارق، لكن اعتقد اقدر استعمله لاحقا. ايش قد احسد هؤلاء الشياطين الصغار، عندهم وقت استراحه. ايش ينجنون على هاي السم. هذا دا يتعذب. جوز لازم يقطع شو اسمه. خلنا نضربه بالعوده. بعد بعد ضربه. ايش قد انا صرك شيطان. ضربه خطيه. زين اترجع اضربك. هذا منو هذا؟ هاي الحيه فلتت. هلا ومرحبا من هذا الشخص اللي انت تشوفه. قل لي انت مو طريقك رايح للعالم العالم الاحياء؟ شو تريد يا هذا حاصد الارواح؟ 15 بلاكرز، هاي حشره يريد يجمع 15 حشره.
escaping cells for hell. ما ادري ايش يريد، بس يريد ال 15 حشرة من ذني الموجودة بالغابات عادة. Watch my evil. شوف سحري. اوه هاي اريد. ها لازم الزمها، يقول لي لازم تسوي نتيجة احسن من هذا. جرب جرب من جديد. اوكي اوكي هاك خذ هذا سم بوغ بويزن. This had better come in handy Reaper or I'll be hunting you down. المفروض يكون هذا خوش يعني سم ولا اجي اصيدك. خلي على العودة سم شو اسمه. اوه خلينا سم بالقلاص. هاك جبت لك عصير. انت شنو صاير لوتي؟ قل له ما اقدر احملها بعد. صاير لوتي سمير. اوكي اوه بالعودة على بطنه. شرير شرير. هاك حبيبي شيتوني عند قلاص لك فيتامين سم مو طبيعي. ايش كده حسدهم. هاك شربته ما يصير. زين هاي نقدر نخلي. اوه جميل خبطنا لك سم مرتب. هاك ما يشرب. زين انت اللي هاك هذا تشلب مستشلب. لا اقول له خلي نروح. وهاي لفعة والله شنها نخليها تاكل. ايه لا لا زين خلينا نرجع من جديد. ثواني جوز اقدر اخذ بالكلاس. ايه حلو ما ادري ايش اخذنا بس هاك. لا مو هيجي لحظة اخذ العودة ويا ايه هاي لاصق بالخشبة بيسم. اه افتهمت 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 افتهمت. هاي الذبان الذبان افتهمت. جمعنا ذبان. نعطيك اياها. لازم ما اتشلب معناته يجوز على هذا اضربه بهذا. لا هاي صار والله اذا ارجع شي يصير. والله العظيم ذول اللي محفلين يعني ادري شو اسوي. شوف بط يعني يلا مو مشكله. يريد يرزمها والله افعى. الله This reminds me of one of those stress balls. Stress balls هاي البولز. يريد افتهمت. لا تقول لي نطيها نطي هذا سليبنج ديمون في هذا شيطان صغير. هسه نقدر نفوت. افتهمت. اعتقد عبرنا عالم. يس عبرنا عالم البشر. اوكي جيد. وذوله اوكي حلو. هذول الحشرات اللي لازم نجمعها 15 الا تذكرون. ما اقدر اتحرك للاسف. انا لا استطيع قتل هذا الشخص لانه واحد من الارواح. ليس من الارواح لا نريدها، لكن على الاغلب اعتقد هو اصلا قتل الكبد مالته. لك كبدي يا ابو دريد. خليته يباوع هنا حتى لا ما حد يشوفه. لازم اشتت انتباه هذا هاي الانسانه هذا البشر هذا الرجال البشره. ركز بعد. انا لا اعرف فتحي ولا فتحي يعرفني. بعد شنو؟ شنو هذا المعبي؟ ما كنا ولا حشرة بعد؟ ما كنا نقدر نطلع برا؟ ها لقيتك سميرة. هاي اللخ. اوكي لازم القى طريقة ثانية نفتر دار مدار شو اسمه. هذا البشر لازم ما يشوف. لازم بشر ما يشوفوه. اعتقد اذا شافوه بشر ما ادري شو يصير. يخرب السيستم. الباب مغلق. اعتقد هذا الشلب لازم نسوي له فد شيء معين. ليش كذا احس احساس انه لحظة. اعتقد هنا بنسوي شيء.
اوكي ظهر نطلع منه انا هاي مش انا بالكونه اي والله بالكونه اوكي حلو كلش حلو جميل بعدك حشرات لا ماكو اوكي ما ادري شو شنو ناقصني شيء فتحنا هذا لقينا حبل وانا دست عليهم كلهم والله ما افتهمت لازم ننزل الحبل افتهمت سمير لك سمير شنو هاي سمير اوكي نربط الحبل حلو الله هو قال يجب علينا ان نجد الطريق الاسهل عشان هذا الباب ما الذي تحتاجه لا شيء اليوم انا بس دايد ارتاح يجب ان اكتب كتابات جيده على لوحتي في الشوارع اوكي ظاهر ما اقدر اخذها قدامهم عشان المكيف هذا بارد هنا شيت لازم اطفي منه هو وعد ريموت كنترول ظهر لازم نسوي شيء نقصه ما يصير خلي علامه زين نخبط مرايه مرايه ايش صار هاي عود ليش تخربت وخر الاشاره عمود لا يقدر يشغل الريموت طنطيره على ما يبدو جهاز المكيف عطل ممكن اخذ الشراب اشربه هسه لين صارت حاره فيشرب في شيء بارد قال اشرب شراب واحد بس هذا جيد ممكن واحد ثاني اوكي يلا بس واحد ثاني اوكي خلصنا هسه اقدر اكتب لين سكر عشان ابقى اشرب الصبح زين اطلع شفت السميرة ارجع ذولا ظهر شرب هو قال انا حافقد الوعي اين علامتي يجب ان اكتب الكتابات الجيدة وين راح تعال جياك وين رايح وياك تعال يقول على الرغم من اني سعيد انه خلصت انه هو هذا بعد ما سوى هذا الشيء راح يروح الجهنم بقى كسر عظامه كتله خلاص هو كتب له انا السبب كتبت على لوحه فشي استفزازي وهذا المعفن ما تحمل شنو بيها شغل شوف هذا اطلع بها ايد اقدر اقصها بس عايز نجيل اقصها كذي دم واحد ذهبه اثنان الى بقوا اثنين كلاثهم هم الفودو وياها اثنين بعد الهزمه هذا واحد وبعد واحد وورا ام الفودو اللي هي المراه اللي هزمت هو قال لك ملكه الشعوذه شنو يركض خرب لشتك شنو موزه I could probably fit through that window. أقدر أفوت من هاي الجامعة إذا ما كانت مفتوحة. حجارة. أقدر أكسر الجامعة. هلا والله. The door والله. is locked. الباب مغلق. هلا يلا صعد. لا بعد ما أقدر أصعد. أوكي هسه. Now I need a way onto the ship's tube. طنطيرة لك انت عليك طيبة قلب الكبرى والله العظيم انا ليش طبيت منه وطلعت بالله تلعب فين عشان افتحها ايد I hope Sebastian and Madame Rue aren't planning on shipping these crates anywhere بعدهم يقتلون الناس يقول انا اشم ريحة الشر واشم ريحة الشياطين والسوالف بعد ما اقدر اختارها اذا اني هسه لقيت انه هو قتل احد بعدهم اذا يستحقون الذهاب الجهنم اهتميت بذول اللي قلت لي عنهم والان اذا انتظرك ما شنو اوت اوف اوردر يعني ما يشتغل دوس الجرس
اي موزه واحد ذهب يبقى واحد. الله يلا زعمير طف روح على ملكة الفوتو. هاي الملكة وش المعفنة باع الشمع باع الحركات. انا لست جاهز للفعل هذا. شو هذا دس على وقعها من اوكي هاي شنو والشمع وقع على الشمع عليها. ماذا وقع الشمع عليها ليش؟ يوب فدي يعني ترتيب هذا شيطان هذا ودي لا يتجنب اللي بعده اللي بعده كيف هو استمروا استمروا الى الامام الى الامام. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه ان شاء الله ربع عجبتكم اللعبه حلوه فكرتها بسيطه مثل ما قلت لكم ينهزمون ناس من جهنم ولازم يروحون يرجعوهم لكن قبل ما يرجعوهم لازم يتاكدون انه ذولا بعدهم مجرمين وبعدهم يعني شلون نقول ما يقدر يرجعهم الا اذا هم كانوا مسوين فد عمليه اجراميه. فيا شباب طبعا اذا حابين هاي اللعبه وعجبتكم القصه اكو حلقات اخرى قصص مختلفه نفس الشخصيه ونفس الفيكه انه ترجع ناس الى جهنم. طبعا اذا حابين الحلقات اللي فاتت تشوفوها اللي ما شايف هالحلقات فوقك الدائره البيضاء يمكن اخلكم اياها ايضا بالوصف السلسله الكامله يمكن 7 حلقات أو 8. فيب لا تنسى تتابعنا على انستغرام ولا تنسى ايضا تخلي لايك واني كل يوم بين يوم ويوم اسوي او يوميه اسوي بث مباشر على صفحه الفيسبوك مالتي ايضا تلقاها بالوصف مال ببجي موبايل اسوي رومات وممكن اسوي شداده وزه. فيب اي لاف يو مع السلامه ولا تنسى مشاهده اخر 4 مقاطع.